الرحمن يا رحمن ساعدني. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، حضرة المكرم والمحترم نائبة المدير المعهد قبلة، أيها الأساتذة الكرام وأيها الطلاب والطالبة الأحبة، سمو الحكام، حيكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. قبل كل شيء أشكر لله تعالى الذي أنعم علينا نعما كثيرة ومن الصحة حتى نستطيع بها الاجتماع في هذا المكان المبارك إن شاء الله. ولا أنسى أن أصلي وأسلم على سيدنا محمد صلى الله على آله وأصحابه وأمته وعلينا أجمعين. أقول شكرا جزيلا لرئيس الجلسة، يسرني إتمامكم ما يأتي من خطابتي تحت الموضوع شهر المحرم شهر عظيم. اعلموا أيها المستمعون كلهم أن شهر الله المحرم شهر عظيم، وهو أول شهور من سنة الهجرية وأحد الأشهر الحرم التي قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. سورة التوبة آية 36. هل عرفتم ما هي شهور الحرم؟ المقصود في تلك آية أنا أجيب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه: السنة 12 شهرا منها أربعة الحرم، ثلاثة متوالية ذو العقدة وذو الحجة والمحرم ورجب الذي يكون بين جمادى الأول والثاني وشعبان، رواه البخاري. أيها الإخوة الأحبة، ثم اختص من ذلك أربعة أشهر فجعلهن حراما وعذرا حرمانهن، وجعل الذنب فيهن أعظم والعمل الصالح والأجر أعظم. وقال قتادة: إن الظلم في الأشهر الحرم أعظم خطيئة ووزرا من الظلم فيها سواءها، وإن كان الظلم على كل حال عظيما ولكن الله يعذب عن أمره شيئا. وقال: إن الله اصطفى من خلقه، إن الله اصطفى من الملائكة رسلا ومن الناس رسلا، واصطفى من الشهور رمضان والأشهر الحرام، واصطفى من الأيام يوم الجمعة، فعذبوا ما عذب الله فإنما تعذب الأمور بها عذب الله به عند أهل الفحل والعقل. أيها الحاذرون عصاكم الله، لماذا سمي بذلك الشهر المحرم؟ لماذا؟ الجواب: سمي بذلك الكون شهر محرما وتأكيدا لتحريمه، وإضافة ذلك وقعت في شهر المحرم الواقع المهمة في تاريخ الإسلام، كإنجى الله تعالى نبي إبراهيم عليه السلام من إحراق قومه، وأخذه تعالى بفرعون جنوده في اليم بسبب إنكار ونبي موسى عليه السلام، وإنجاء تعالى نوح عليه السلام من استهزام قومه بعد طوفان محمله على السفينة. وغير ذلك هذه كلها وقعت في شهر عظيم يعني شهر محرم. ولذلك يجب علينا أن نعظم أشهر غاية التعذيب. السؤال: كيف نعظمهم؟ ليس نعظمهم من الملاهي ولا بالتدبير وغير ذلك أعمال غير النافعة، وإنما نعظمهم بالأمور النافعة مثل هذا الحلقة المباركة بذكر الشهر العظيم شهر المحرم الموافق بميلاد هذا المعهد قبلة 25 سنة. أسأل الله أن يجعل هذا المعهد معهدا مباركا وطلابه صالحين عاملين نقيين وأساتذة ذاكرين متوفقين تقيين. اللهم سهل أمورنا وأجلنا وأمور معهدنا فقط ما دامت السماوات والأرض. اللهم اجعل أولادنا وطلابنا وطالبتنا من أهل وأهل الخير، ولا تجعل وإياهم من أهل الشر والنفاق. اكتفيت إلى هنا، وإن شاء الله سنستمر في مناسبة أخرى. ليس الفراق بالفراق ولكن الفراق بالشوق، وبالله الهداية والتوفيق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رحمن يا رحمن.